من جدة معي أخصائية تغذية دكتور رويدة إدريس. أخصائية تغذية دكتور رويدة، مساء الخير. كيف هو مرتبط الموضوع، موضوع الرياضة، لا أعرف كيف سأربط الموضوع بالتغذية، كيف هو مرتبط بالاكتئاب؟ طبعا هي الرياضة والتغذية اثنين مرتبطين في بعض أساسا بشكل عام، لكن بالنسبة لرياضة واحدة مرة في الأسبوع لمدة ساعة فهي أكيد ما هي كافية، لكن هي بتساعد على أن الواحد يخرج الطاقة السلبية من جسمه من خلال النشاط الدورة الدموية. طيب، هو الرياضة مرتبطة بموضوع النظام الغذائي للحصول على صحيح، للحصول على جسم رشيق وصحي، ولكن فيما يتعلق بالدراسة الأسترالية وأنه الرياضة تساعد في موضوع الاكتئاب، هل يمكن أن تفيدينا بهذا الخصوص؟ لماذا فقط بسبب الحصول على شكل أفضل، لماذا هي مرتبطة ببعض؟ طبعا اكيد الانسان كل ما كان وزنه مثالي، كل ما كان شكله جميل، كل ما كان جسمه متناسق بتكون ثقته بنفسه اعلى، فهذا شيء يعني اكيد. لكن هم ما ذكروا ايش نوع الرياضه، غالبا نوع الرياضه اللي مقصوده مره في الاسبوع اللي هي اليوغا. ليه؟ لانه اليوغا بتساعد على الاسترخاء، بتساعد على انه يعني فيها الذهن في كلير كده، فيقدر البني ادم يفكر بشكل ايجابي. اكيد نوع الرياضه يساعد على التخلص من الاكتئاب. اها صحيح، يعني الرياضه نعم، فهم هنا يعني هو المعلومه ناقصها تحديد نوع الرياضه اللي هي ممكن انها تروح الاكتئاب. عشان كده دائما اللي عنده اكتئاب يقولوا له ادخل كلاسات يوجا بتساعد على المديتيشن، انك انت يصير عندك استرخاء، تفكر صحيح، تامل والابتعاد عن ضغط الحياه. مضبوط، هذا شيء اكيد. فنقول يمارسوا اليوغا مره واحده في الاسبوع، وطبعا الصلاه هي تعتبر يوغا متكامله لو الواحد اداها بشكل صحيح. نعم، شكرا جزيلا لك من جدة، أخصائية تغذية دكتور رويدة إدريس.